هقول لحضرتك انا بقى عملت تجربه جميله جدا جدا جدا. انا عملت التجربه دي على 1000 واحد. عالجت الصداع النفسي بالاعتكاف في 1000. كم خفوا؟ والرقم 1000 واحد. 1000 عيان عندي عنده صداع نفسي. عينه من 1000 مريض عنده بس صداع. مثلا انا عامل العينه على 2000. 1000 اللي رضيوا اعتكفوا تمام ووافقوا وملت لهم استماره ويكتب وهتعتكف من المغرب للعشاء مرتين في الاسبوع، مش هتسيب شغلك. يوم الخميس انت عندك اجازه، خش صلي المغرب وانت داخل انوي سنه الاعتكاف، واقعد العشاء وصلي، اقرا سوره البقره في الفتره دي من المغرب للعشاء. المغرب للعشاء هي مظبوطه. ما تخرجش من المسجد وما تكلمش حد، تخليك في المصحف بس. من الالف كم خفوا؟ كان يا دكتور 1000. اللهم صل على النبي. والله العظيم 100%. 100% من اللي اعتكف خف. لا باسبرين ولا بنادول ولا بحقن ولا باي حاجه. ده علاج في منتهى الخطوره والاهميه. انا عامله واللي عايز يجي يشوفه باسامي المرضى، باساميهم، فلان وافق.